كواليتي احسن. هلا والله، ايش دعوان متاخرة؟ Did you like see the dresses and the stuff? Try to match them? Yes, I did. Okay. Set up. They don't need steaming, right? Because I forgot the steamer. No. So everything is set. We're just waiting for him and cup, right? Yep. So Ali, when do you think you'll be able to like start the actual shoot? بعد شو خليه يخلصوني الموديلز. جود جود، يعطيك العافية. الله يسلمك. ما شاء الله شعرها وايد غريب، شنو قررت تسوي؟ أنا شفت الليون ورا عامل له شي حركة من هون واضح عامل ويفي. بس ما بيكون يعني ويفي، عرفت؟ It's gonna be black and white. Can you come? So I want to test shot. Test shot. Just a shot. You need. No. For the hair, you need just something so simple. The amjin is so sharp. كان شعرها بس ما كان نفس اللي احنا نبي. شوي شوي عدلته، شوي شوي خدت الفير من يده، شوي شوي انا سويت الشعر. يعني الحين البنات يسوون شعرهم ترى even for parties and stuff they do it so messy like that. Sort of to look harsh but still soft at the same time. Yeah, I imagine it like this. I see the whole look. Okay. This is reality. Yes, and this one's a bit of it. Gorgeous, gorgeous. هذا سنتين بأفضل. حتى تدي تجنز. يعني قبل كنت شوية خايفة من نوعية الصور. شوية متوترة. إنه يمكن بالألوان ما يطلع حلو. إنه يمكن على الطاولة ما يطلع حلو. وايد شكاك. بس شفت أول صورة مع الإضاءة شوية ارتحت. ثاني صورة ارتحت أكثر. واو جورجيس. لا وايد أشياء. أي وايد. We're done with you, right? Yeah, okay. Let's lift this up off. Could you lift this up? وراي المودلز. المبدأ الأساسي أو الصورة الأساسية اللي أنا كتبت فيها أن كل الفوتوشوت يكون هو الباكراوند. في هاللحظة وإحنا واقفين نصور مع علي حسيت شوية هاي كل اللي وراي أنا سويته. يعني بديت أعطي نفسي شوية كده. Wow.